الجزء الخامس عشر من نهاية الأرب في فنون الأدب صفحة 338. الباب الخامس من القسم الرابع من الفن الخامس في أيام العرب ووقائعها في الجاهلية وإنها لمن مآثرها السنية وإذ تأملها المتأمل دلته على مكارم أخلاقهم وكرم نجارهم وحققت عنده أنهم ما أحجموا عن طلب أوطارهم وعلموا مكافأتهم للأقران وسماحتهم للنفوس والأبدان وإقدامهم على الموت ومبادرتهم عند الإمكان خشية الفوت. وقيل لبعض الصحابة رضي الله عنهم ما كنتم تتحدثون به إذا خلوتم في مجالسكم؟ فقال نتناشد الشعر ونتحدث بأخبار جاهليتنا. وقال بعضهم وددت أن لنا مع إسلامنا كرم أخلاق آباءنا في الجاهلية. ألا ترى أن عنترة الفوارس جاهلي لا دين له؟ والحسن بن هني إسلامي فمنع عنترة كرمه ما لم يمنع ابن هاني دينه. فإن عنترة يقول وغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وقال أبو نواس الحسن بن هني كأن الشباب مطية الجهل ومحسن الضحكات والهزل والباعث والناس قد هجعوا حتى أبيت خليفة البعل وتأذكر من وقائعهم ما يقوي الجنان ويبعث الجمال. ذكر وقعة طمس وجديس. وطمس ابن لاوز ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام وجديس ابن عابد ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام وهم العرب العاربة على ما ذكر بعض المؤرخين. وكان منزلهما اليمامة واسمها في وقتهم يوب. وكان الملك عليهما رجل من طمس يقال له عمليق وكان غشوما ظلوما. وكان سبب بناءهما أن عمليقا أتت ذات يوم امرأة اسمها هزيلة بنت مازن مع زوج له اسمه ماش وكان قد طلقها وأراد أخذ ولده منها فترافع إليه ليحكم بينهما. فقالت هزيلة أيها الملك هذا ابني حملته تسعا ووضعته دفعا وأرضعته شفعا ولم أنل منه نفعا حتى إذا تمت أوصاله واستوت خصاله أراد أن يأخذه مني قهرا ويسلبنيه سرا ويترك يدي منه سفرا. فقال الزوج قد أخذت المهر كاملا ولم أنل منك طائلا إلا ولدا جاهلا فافعل ما كنت فاعلا. فأمر الملك أن يجعل الولد في غلمانه. فقالت هزيلة أتينا أخا طمس ليحكم بيننا فأبرم حكما في هزيلة ظالما لعمري لقد حكمت لا متورعا ولا فهما عند الحكومة عالما ندمت فلم أقدر على متزعزح وأصبح زوجي عاثرا الرأي نادما. فلما بلغ عمليقا ذلك غضب وأقسم أنه لا تهدى عروس في جديد لبعليها حتى يكون هو الذي يبدأ بها قبل زوجها. ولم يزل على ذلك ظهر حتى أوديت عبيرة بنت عفار الجديسية أخت الأسود ابن عفار سيد جديد إلى بعلها ويقال إن اسمها الشموس فحملت إلى عمليق. فلما اضطرعها وخلى سبيلها خرجت على قومها في دمائها شاقة جيبها عن قبولها ودبرها وتقول لا أحد أذل من جديد هكذا يفعل بالعروس يرضى بهذا يا لقومي حر أهدى وقد أعطى وثيق المهر لا أخذة الموت كذا لنفسه خير من أن يفعل ذلك بهرسه. ثم قالت تحرك جديسا على صم أيصلح ما يؤتى إلى فتياتكم وأنتم رجال فيكم عدد الرجل أيصلح تمشي في الدماء فتياتكم صبيحة زفت في النساء إلى البعل فإن كنتم لا تغضبوا عند هذه فكونوا نساء لا تفيق من الكحل ودونكم طيب العروس فإنما خلقتم لأسواب العرائس وللغسل فلو أننا كنا رجالا وكنتم نساء لكنا لا نقر على الذل فقبحا وسحقا للذي ليس دافعا ويختال يمشي بيننا مشية الفحل فموتوا كراما واصبروا لعدوكم لحرب تلظى بالدرامة من الجزل ولا تجزعوا في الحرب يا قوم إنها تقوم بأقوام كرام على ريل. فاجتمع الجديد فقال لهم الأسود بن عفار وكان مطاعا فيهم لتطعنني فيما آمركم به أو لأتكأن على سيف حتى يخرج من ظهري. قالوا فإنا مطيعة. قال إن طمس ليسوا بأعز منا ولكن ملك صاحبهم هو الذي يذعننا إليهم بالطاعة
ولو امتنعتم منهم لكان لكم النصر. قالوا إن القوم أكثر منا عددا وعددا. قال إني صانع طعاما فأدعوهم إليه. فإذا جاءوكم متفضلين في الحلل نهضنا إليهم بأسيافنا. فقالت عفيرة لأخيها لا تفعل، فإن الغدر ذلة معار، ولكن كافر القوم في ديارهم، فتظفروا أو تموتوا كراما. قال بل نركل بهم فنكون أمكن منهم. ثم صنع الأسود طعاما وأمر قومه أن يختلطوا سيوفهم ثم يدهنوه الأرض بالرمل، ودعا عمليقا وقومه. فلما أتوا استثارت جديد السيوف وشدوا عليهم، فمن فات منهم إلا رياح بن مرة، فمر إلى حسان بن تبع فاستغاث به وأخبره بما صنعته جديد بتصم، فوعده النصر. ثم نادى حسان بن حمير بالمسير وأخبره بما صنعت جديد بالتصم، فقالوا وما جديد وتصم؟ قال هم إخوان. قالوا فما لنا في هذا من إرم؟ قال حسان أرأيتم لو كان فيكم أكان حسنا لملككم أن يهدر دماءكم؟ وما علينا في الحكم إلا أن ننصف بعضهم من بعض. فقالوا الأمر أمرك أيها الملك، فمرنا بما أحببت. فأمرهم بالمسير فصار حتى إذا كان من اليام على 3 ليال. قال رياح ابن مرة لحسان ابن تبع أبيت اللعن، إن لي أختا متزوجة في جديد، فانظر الراكب على مسيرة 3 ليالي، وأخاف أن تنذر قومها، فأمر كل إنسان أن يقتلع شجرة من الأرض ويجعلها أمامه. فأمرهم حسان بذلك. ثم صاروا فنظرت أخت رياح فقالت يا جديد لقد صارت إليكم الشجر. فقالوا لها وما ذاك؟ قالت ألا شجرا من ورائه بشرا، وإني لا أرى رجلا من وراءه شجرة ينهش كتفا أو يخصب نعلا. فكذبوا وغفلوا عن أخذ أهبة الحرب حتى صحبتهم حمير، ففي ذلك تقول زرقاء اليمامة خذوا لهذا حذركم يا قوم ينفعكم، فليس ما قد أراه اليوم يحتقر، إني أرى شجرا من خلفه بشر، فكيف تجتمع الأشجار والبشر؟ صفوا الطوائف منكم قبل داهية من الأمور التي يخشى وتنتظر، إني أرى رجلا فيك فيه كتم أو يخصف النعل خصفا ليس يعتذر، سوروا بأجمعكم في وجهي أوله، فإن ذلك منكم فاعلموا ظفر، وغوروا كل ما أن دون منزلهم فليس من دونه نحس ولا ضرر، أو عاجل القوم عند الليل إن رقدوا ولا تخافوا لهم ولا تخافوا لها حرفا وإن كثروا. فلما كان حسان على مسيرة ليلة عبأ جيشه ثم صحابهم في السباحة اليمامة قتلا وسبا، وهرب الأسود حتى نزل بالضيء فأجاروه من كل من يطلبه وهم لا يعرفونه، وقبيلته في الضيء مذكورة. ثم إن حسانا أمر باليمامة فنزع عينيها فإذا في داخلها عروق سود، فسألها عن ذلك فقالت حجر أسود كنت أفتحل به يقال له الأسمد، فثبت لي بصري، وقيل إنها أول من افتحل بالأسمد فأمر بها فصلبت على باب جو، وقيل سمي جو باليمامة من ذلك الوقت. وفي ذلك يقول رياح ابن مرة لما أخذ بثأره غدر الحي من جديس بتصمي آل تصمي آل تصم كما تداني تدني، قد أتيناهم بيوم كيوم تركوا فيه مثل ما تركوني، ليس تصما على منازلها تعلم أني قضيت عني ديوني. وقد مررت الشعراء قصة هذه المرأة وأبوه، فمن ذلك قول الأشع على رواية ابن قتيبة قالت أرى رجلا في كفه كتف أو يخصف النعل له في آية صنعا، فكذبوها بما قالت، فصحبهم ذو آل حسان يزي السم والسلع، فاستنزلوا آل جو من مساكنهم وهدموا رافع البنيان فاتضع. وروى ابن إسحاق كونك مثل التي إن غاب واحدها أهدت له من بعيد نظرة جزعة. ثم أتى بالأبيات التي ذكرها ابن قتيبة، وقال المسيب بن علس لقد نظر